أيضا إن أكون في رمضان زكاة ما حكم زكاة الفطر؟ سؤال سهل، واجب على من؟ على المسلم القادر اصبر يا الذي يمتلك قوت يوم. طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ الحر أو العبد؟ نعم. طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر كم؟ 5% من شغلك؟ لا، هذا اسمه مال 2.5% تكلم زكاة الفطر. نعم. صاع من طعام، والصاع يساوي 4 أمداد. طيب تخرج طعام، هذا الأصل أن تخرج طعام، طعام تمر جبيل قمح، يصح أن تخرج من قوت البلد رز مكرونة، يصح الشيخ بن عدمي رحمه الله تعالى يقول يصح من اسبكنتي يعني نعم يقول يصح لأنه قوت البلد، لكن هل تخرج مال؟ لا. لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دينه وعلمه، قال هذا أن أخذ بفتوى في كل المسائل وأفتاني أن أخرج مال، نقول خلاص أخرج مال، لكن الأولى أن تخرج ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. متى تخرج زكاة الفطر؟ متى؟ إخوانا وقت إخراج زكاة الفطر 10 الأخيار من رمضان. كأنهم ما عرفتم ما حد أخرج زكاة الفطر. لها 3 أوقات، اللي يعرف 3 أوقات جميل، لها 3 أوقات، وقت جواز، وقت استحباب، وقت تحريم. زكاة الفطر لها 3 أوقات، وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين، يعني 29 و30 من رمضان، هذا وقت جواز. من صلاة الفجر وفجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب، وقت تحريم بعد صلاة العيد الآن في اليوم 10 من رمضان، في اليوم 25 من رمضان هذا وقت تحريم كله. لو أخرجنا في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات وعند واحدة أخرى إن شاء الله. طيب طيب إلى من تدفع؟ للفقراء المساكين. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ تقدم معنا، ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما الحكمة؟ كف الفقير عن السؤال. نعم، تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال غيره. تساوي بين الفقير والغني. نعم، هذا غير هذا. ادخال هو هذا غير. العيد داخل عليهم. تعويض ما نقص من الصيام. الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهر الصائم، تطهير للصائم مما أتى من اللغو والبطر، صيامك لا يقدر في شيء. فهذا ان الحسنات يذهبنا سيئة. طيب